هي هتكون صحيه المره دي، ومش عايزه اقول لكم ريحتها وانا داخله كانت الحقيقه جامده جدا جدا، فان شاء الله تعجبكم. اكتبوها وجهزوا الورقه والقلم من دلوقتي عشان تكتبوها. طيب هنتكلم النهارده برضو عن القهوه الخضراء ومميزاتها، وهل هي بترفع الحرق، هل هي بتساعد على الخساسان، هل هي تكفي لوحدها ولا لازم حاجه معاها، هنشوف النهارده ان شاء الله. وطبعا هنروح على اسال سالي، يلا بينا. اول سؤال، انا بعمل دايت وبخس في الاسبوع نص كيلو، هل ده معدل حرق طبيعي؟ الطبيعي ان احنا بنخس صافي في الاسبوع كيلو واحد دهون، مش اكتر من كيلو واحد دهون صافي، الباقي بيكون مية وعضلات. نص كيلو يعني معناه لا، يعني ممكن يعني الحرق يزيد شوية، يبقى ده معناه اما بتعملي حاجة غلط يا اما الحرق عندك ضعيف. فده تقدري تعرفيه لما تأكدي فعلا ان انت اكلك سليم ما فيهوش اي غلطة، لان في غلطات بنعملها اوقات في الدايت، ممكن بدل ما نخس الكيلو لا بتقلل معانا الخسسان جدا. فركزي ما تكونيش بتعملي غلطات معينة، لو انت تمام يبقى هو طبيعتك الحرق ضعيف، كملي عادي جدا وحاولي تزودي الرياضة، هتلاقي ان شاء الله ان انت هتوصلي، بس يعني بمعدل ابطأ شوية مش مشكلة، المهم انك بتخسي. طيب عندنا السؤال اللي بعده، ابني كان عنده حساسية اللاكتوز وكبر دلوقتي عمره 13 سنة، كل اكله سندوتشات ونموه ضعيف، ايه الحل؟ طيب ده لازم يروح لدكتور تغذية، في دكاترة تغذية متخصصة جدا للأطفال، بيعملوا تحاليل بقى معينة وبيشوفوا الأطفال النقص عندها في ايه ومشاكلها ايه، فضروري جدا جدا انه يروح لدكتورة تغذية او دكتور تغذية يظبط له الدنيا، خصوصا عنده حساسية، علشان الاكل ما يقلش عنده، يعني التغذيه ما تقلش عنده، لان احنا دلوقتي اللي مشكله اللاكتوز دي حساسيه، يعني منع عنه حاجات كتير فيها قلبان، فمهم جدا تبقي عارفه ايه بقى التغذيه البديله اللي تدخليها، علشان السندوتشات ده طبعا مش بديل حلو، السندوتشات ده اكل يعني يا دوبك ينفع فطار كده وكمان مش صحي قوي، فمهم جدا ان احنا نعوض الطفل ده الالبان والحاجات اللي لازم ياخدها بشكل سليم. واحنا طبعا هنا في البرنامج بنعمل وصفات كتيره جدا بتبقى مناسبه ما فيهاش مثلا البان وبتبقى مغذيه جدا، فتابعين. طيب احنا دلوقتي قبل ما نروح للفاصل، حابه ان انا اقول لكم عن شركه تميز، هي للتطوير العقاري واللي بتعتبر من اهم الشركات في مجال العقارات في مصر، اطلقت مشروع مول اسمه ذا ليك في قلب التجمع الخامس، مشروع ضخم جدا اكيد هيقدم خدمات كتيره للعملاء وهيطور من منطقه التجمع الخامس. كمان هنشوف مع بعض دلوقتي في التقرير حفله الافتتاح اللي حضرها رجال اعمال وشخصيات من المجال الفني وشخصيات عامه مختلفه، واحيا الحفله الفنان محمد حمائي. وطبعا الحفله دي كانت من تنظيم واحده من اكبر شركات التنظيم في الوطن العربي، وهي شركه سترايك ميديا. يلا بينا نروح نشوف ونرجع تاني. اهلا بيكم معانا من الفاصل، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه النهارده، وهي معجنات بالعجينه المغذيه مختلفه وشكلها مختلف علشان المدارس، حلوه جدا، بصوا افكارها حلوه، ممكن تنوعوا فيها وتحشوها براحتكم للمدارس، يبقوا انتوا عملتوا كده العيش بنفسكم وفي نفس الوقت الحشوه زي السندوتشات بالظبط وباشكال لذيذه وحلوه جدا. يعني عندنا الشكل دوت اللي هو عامل زي السمبوسك الكبير، عندنا الشكل ده عامل زي الورده، ده مثلا عامل زي الوردة زي ما احنا شايفين روز، عندنا شكل اللي هو عامل زي الكرواسون، عندنا اشكال كتيرة مختلفة، كل حاجة متاحة وحسب انتوا عايزين تعملوا بقى في اشكال كتيرة جدا. يلا بينا اقول لكم على المخبوزات، العجينة نفسها اكتبوا معايا، معلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية، معلقة صغيرة عسل ابيض، كوباية مية دافية، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة زبادي، معلقة كبيرة زيت، دي شوفان حسب الحاجة، ملح وفلفل اسود. خلاص احنا طبعا دي اساسي دايما معانا، تبقى معانا على طول يا جماعة. خلاص هي دي تعملوا بيها مخبوزات ولادكم، ما تشتروش من بره، اعملوا الحاجات دي بنفسكم، لان هي زي ما انتم شايفين فيها اولا العسل، فيها عندنا البيضة، فيها عندنا الزبادي، في عندنا الزيت، ممكن تحطوا زيت زيتون، في عندنا دقيق الشوفان، انتوا ضامنين الحاجه بنفسكم، فهتعملوا الحاجه للمدرسه تبقوا ضامنين ولادكم بياكلوا ايه، مش اي حاجه من بره.
طيب للحشوة بقى معانا كوباية فراخ مكعبات صغيرة مستوية، كوباية فلفل ألوان مكعبات، كوباية جزر مبشور، كوباية كوسة مبشورة، وكوباية جبنة جودة مبشورة، وملح وفلفل أسود، وحسب برضو الرغبة، بس حلو تزودوا الخضروات وسط ما تحطوا الفراخ والجبنة علشان تزودوا برضو الفايدة. معانا للوجهة بيضة وشوية حبة بركة سمسم أو شوفان شرايح حسب ما ولادكم بيحبوا. أول حاجة دايما العجينة، احنا بنخلط الأول السوائل مع بعض. عندنا البيضة بدرجة حرارة الغرفة، طبعا المية هنكون مظبطينها، هقولكوا دلوقتي. الزبادي، وعندنا معلقة الزيت، وعندنا الخل، تمام. ومعانا بقى مهم جدا ده تكونوا مجهزينه من الأول، الخميرة اهي وعليها معلقة العسل. ليه؟ علشان ده بياخد شوية وقت، ربع ساعة تقريبا على ما ايه ما يتفاعل، ودي دايما خطوة بنعملها في الأول على طول على طول تكون معانا. خلاص لقيتوها خمرت معاكوا خلاص وتفاعلت واتطمنتوا، تحطوها بقى مع بقية الايه المكونات بتاعتها. حلو قوي، هنقلب هنقلب ونبتدي بقى نزود على الخليط الملح وشوية فلفل عشان فيها بيضة. ابتدت تلم، بس نخلي بالنا قوي ان ايه دايما الشوفان بيشرب بزيادة جدا، فلازم تركزوا انكم ما تزودوش قوي، يعني تقعدوا تقلبوا وتستنوا، تقلبوا وتستنوا، تقلبوا وتستنوا عشان تضمنوا انها تفضل طرية مش مكسرة معاكم. شايفين؟ نفضل نقلب كويس ونستنى عليها شوية وبعدين نزود عشان هي فجأة تروح شاربة وناشفة معاكم تماما، لغاية ما تطمنوا خالص انها ايه تمام. قبل ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه بقى اللي هو ينفع انكم تشكلوه، لازم تستنوا ربع ساعة بقى خلاص، يعني قرب ما تبتدوا خلاص اهو بقت عجينة، بصوا بقت عاملة ازاي، تستنوا بقى ربع ساعة كده وانتوا مغطيينها، بعد كده هتلاقوها خلاص تماسكت بقت عجينة حلوة قوي لانها بتشرب زي ما قلت. لقيتوا لسه لا لزجة شوية، زود شوية، دي صغيرين جدا في الاخر خلاص، بس دي اهم تكة بنصحكوا بيها. نشيل بقى كل ده عشان نفضي كده من قدامنا ونعمل الحشوة، نجهزها برضو بالمرة. زي ما انتوا شايفين الحشوة كلها ألوان حلوة جدا ومفيدة مفيدة مفيدة. الغذاء في ايديكم يا جماعة لولادكم، انتوا اللي بتتحكموا في الحاجة اللي ياكلوها. لو استسهلتوا فضلتوا تجيبوا لهم حاجات من بره زي كيس ناجتس ولا الحاجات العصاير الجاهزة او البسكوتات الجاهزة او الحاجات الجاهزة دي، الولاد مش هيستفادوا غير ان هيجي لهم سكر، بس ده بس اللي هيستفادوا بيه ان هم هيجي لهم سكر. فانتوا عايزين ده؟ اكيد لا، عايزين ولادكم يبقوا بصحة، فمهم جدا انكم تراعوا ايه الحاجات اللي ياكلوها وياخدوها معاهم المدرسة عشان يعرفوا كمان يركزوا ومناعتهم تبقى عالية. كل الحاجات الحلوة الملونة الجميلة دي زي ما احنا شايفين على بعض، والجبنة اللي هتساعد على التماسك جوه الحشوة، وطبعا الفراخ اللي برضو هتزود معانا بروتين. احنا معانا بروتين اللي هو البيضة، ده بقى الفراخ هتزود معانا بروتين الحلو الحيواني، ومهم ليهم جدا البروتينات علشان بتساعد على نمو العضلات، ومهمة البروتينات بتخش في كل حاجة في الجسم. طبعا انتوا تعملوا كميات وينفع تتحط في الفريزر بعد السوى مش قبل السوى، تمام كده ايه كله متقلب معانا. في بقى الطريقتين، ممكن الاول تشوحوه، الاول الخضروات تتشوح وبعدين تتحط كده زي بالطريقه دي، او تحطوه كله ني مع بعض كده كده هيخش الفرن، فحسب الطريقه اللي تعجبكم اكتر. طيب هنجهز بقى صينيه قدامنا ومعانا عجينه جاهزه خلاص، اللي هي عجينة الشوفان اللي هي خلاص خمرت معانا وجاهزة ان احنا نقدر
نشكلها ونعمل منها اشكال. مهم نجيب شويه زيت ونحطهم كده على المساحه طبعا قدامنا الكاونتر، ويكون مدهون كويس متنضف كويس جدا اهم حاجه عشان ما نحتاجش دقيق زيادة. زي ما قلت الشوفان من الحاجات اللي بتشقق
سلام، اهلا وسهلا. عامله ايه حضرتك؟ حبيبتي اهلا بيكي، اتفضلي اتفضلي. عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله. حلوه الاكله دي والله. حبيبتي اتفضلي يا حبيبتي. والله انا والشيف، تعالي شوفي الحاجه بقى بعد ما تخلص تبقى عامله ازاي، تبقى جميله قوي. بصراحه والله كل اكلتك حلوه حبيبه قلبي. اتفضلي، عندك سؤال؟ لا والله انا بحب ان اكلمك بس كده، انا مبشرك على طول والله. حبيبتي نورتي لي الحلقه والله، بشكرك شكرا. يا رب اكون فدتكم بالوصفه اللذيذه والسهله دي ومفيده جدا. ايه؟ اللذيذه ومفيده جدا جدا. بفكركم بس اهم حاجه، اهم حاجه لازم تسيبوها تخمر تاني حوالي من ربع ساعه لنص ساعه، كل ما الوقت الدافي ممكن ربع ساعه، لكن لو ايه الدنيا شغالين تكييف او حاجه لازم نص ساعه على الاقل. خلاص بعد كده تخش على فرن درجه 200، تاخد بقى اللون من فوق وتستوي بقى كلها مظبوط. والاطفال اللي بتحب الحاجه طريه غير الاطفال اللي بتحب الحاجه المقرمشه، تبقوا عارفين انتوا ولادكم طبعا فتقدروا تظبطوها عليهم. بس كده هنروح لفاصل واشوفكم كمان شويه. هتخسي بأقل مجهود وفي أسرع وقت مع جو، البديل الطبيعي لعمليات تكميم المعدة. جو أول منتج تخسيس طبيعي بجد مرخص من وزارة الصحة، موجود في جميع الصيدليات. أهلا بكم معانا من الفاصل. دلوقتي بقى هنتكلم عن التغذية والدايت والجسم والحاجات اللي بتخسس وإيه اللي بيخسس بالظبط. فإحنا معانا النهاردة الحقيقة دكتورة بسمة جميل، استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية، صاحبة أكبر سنتر علاجي طبيعي وسمنة في الصعيد. أهلا بيكي، منوراني. أهلا بحضرتك، ميرسي خالص. إحنا حابين نتكلم النهاردة مبدئياً عن الحالات اللي بتجيلك. لما بيجيلك حالة مثلاً بتقدري توجهيهم ازاي؟ ايه الحاجه اللي المفروض يعملوها؟ هل المفروض ياخدوا سبلمنتس، المفروض ياخدوا حاجات تغذيه، المفروض ياخدوا مثلا ريشيبنج بطريقه بالاجهزه مثلا تخسيس نحت كده؟ قولي لنا الحالات اللي بتجيلك. هو اولا لما بيجي البيشنت لازم ناخد منه تاريخه بقى قبل كده خس كم مره، ايه الانظمه اللي كان بيعملها قبل كده، وناخد التاريخ وبعدين بندخله على اجهزه اناليسيس بتطلع لنا كل الفيتامينز والمينرالز اللي في جسمه اللي ناقصه، وبيطلع لنا ريبورت ايه اللي ناقص في جسمه. طيب. وغالبا غالبا بيبقى مرتبط بالتغذيه المش سليمه، يعني انواع اكل معينه هو بيركز عليها، ممكن في انواع كافيين مثلا، لما يزود في الكافيين بنلاقي ان الاملاح او اليوريك عالي وهكذا، مش بياخد خضار كتير بنبص نلاقي الفيتامينز ناقصه وهكذا. انت بتقولي لهم طبعا يعملوا تحاليل صح كده؟ التحاليل دي في جهاز اوريدي بدون عينه دم بيظهر لنا الفيتامينز والمينرالز اللي ناقص، المعادن والفيتامينات كلها اللي ناقصه. ده ازاي يعني؟ انت بتخلي من غير عينه دم بيطلع عينه الدم؟ جهاز هو زي فكره المجال المغناطيسي، تمام، زي جهاز الانبادي، نفس فكره الانبادي، بس مجرد ان هو احنا بندخل الداتا وبنستخدم ايد شبه الانبادي برضو، والجهاز بعد دقائق بيطلع لنا الريبورت. حلو قوي. ويطلع نقص الفيتامينز، يعني يبين لو في نقص فيتامين دال او بي كومبلكس او كده. لان الفيتامينز دي بتاثر على الهرمونات اللي بتقلل لنا الحرق، يعني في ناس كتيره بتعمل انظمه كتيره ومش عارفه المشكله فين. اول ما بنظبط الفيتامينز والمعادن دي بنلاقي ان الحرق افضل، الجوع قل، الحاله النفسيه، الحاله نفسها بيفرق،
وعلى حسب ده بقى بنوجهها هي هتعمل ايه في نظامها وتركز على ايه وتشيل ايه. حلو جدا. طيب بتنصحي عامه بالنحت ولا لا؟ بنصح معاه بس بشرط ان هو يكون معاه نظام غذائي ويكون معاه رياضه. ما ينفعش ان انا الجا للنحت او التخسيس الموضعي بالاجهزه بدون نظام غذائي، لان انا دلوقتي هدخل اعمل جلسه ولو كان افضل جهاز مهما كانت نتيجته هروح البيت اكل تاني زي الرياضه. ما ينفعش اعمل رياضه وتجيب نتيجه وانا مش ملتزمه بالدايت. صح، زي ما سمعنا قبل كده تقريبا 60% ليها علاقه بالتغذيه، من غير التغذيه الرياضه ما تجيبش نتيجه. حقيقي. طيب بالنسبه بقى للقهوه الخضراء، الحقيقه احنا حابين نعرف القهوه الخضراء دي نظامها ايه؟ هل هي تكفي ان الواحد يقدر يمشي عليها ويخس ولا لا؟ هل هي ممكن تبقى بديل للمشروبات اللي بنشربها القهوه ولا لا؟ عرفينا كده الدنيا. الشعب المصري بيعشق القهوه والشاي خصوصا عندنا في سوهاج وفي الصعيد يعني. طبعا. تمام. فالمشكله دي مسببه لهم مشاكل كتير صحيه. يعني انا بالنسبه لي بشوف حالات كتير عندها التهابات في المفاصل ومن دكتور لدكتور، والتهابات في رجليها ومن دكتور لدكتور. لما بتشيل الكافيين 50% من العلاج بيبتدي، لان هي بتبقى بتشرب كافيين كتير طول اليوم وبعدين تاخد علاج مش بيجيب نتيجه، لان هي بترسب الالتهابات في مفاصلها. تمام. فعشان كده دايما مش بيحبوا ان هم ما يشربوش حاجه فيها كافيين، فانا بوجههم دايما للقهوه الخضر لان هي فعلا بتفرق معاها. هي حابه ان هي تشرب حاجه، عندها احساس ان الكافيين هو اللي هيفوقها وتبتدي بيه يومها، فبالتالي بنوجهها للقهوه الخضراء، خصوصا منتجات جو بصراحه جميله علشان الكلوروفيل، مضادات الاكسده اللي موجوده فيه. ايوه بالظبط، احنا عايزين نسمع بقى المكونات والمميزات. هو اجمل حاجه الكلوروفيل والصبار برضو والجارسينيا. تمام. كل واحد فيهم ليه دور. ايه دوره؟ بنلاحظ ان البشره بتتعب لما بناخد القهوه المحمصه. تمام. بتيجي البيشنت او العميله بنلاقي البشره مجهده وتعبانه من قله شرب الميه او بتشرب ميه وبتاخد كافيين كتير، فده فعلا هي اول ما بتدخل بيبان اذا كان يعني من اول مره بشوفها بقولها انت مش بتشربي ميه او بتشربي كافيين كتير. مهما عملت دايما بشرتها بتاخد عمر اكبر، فالجرين كافي الكلوروفيل اللي فيه فعلا فعلا مفيد جدا للبشره، بيعلي الحرق، بيجدد الخلايا، بيحمينا من الخلايا اللي موجوده اللي هي مش كويسه اللي بتسبب لنا بعد كده امراض سرطان الكانسر. لا قدر الله. طيب ازاي بقى نستخدمه؟ يعني الجرعات امتى، الساعه كام، الكلام ده كله؟ انا دايما بشجع الصيام المتقطع، وعلشان شويه ما يبقاش يومنا طويل في الاكل بنحب ان احنا ناخر وجبه الفطار، فانا شايفه ان افضل حاجه ان احنا الصبح نبتدي بيها يومنا بدل ما ناخد كافيين من الحاجات اللي هي لونها اسود. لا انا انصح القهوه الخضراء. لو من جو اخدت الصبح فنجان قهوه هيحسسني بالشبع فتره اطول. اجمل حاجه في منتجات جو ان هي طبيعيه، وده والكلوروفيل اللي فيها والحاجات دي كلها بتقلل مقاومه الانسولين، ودي مشكله اغلب اللي بيخس دلوقتي، محيط الوسط ومقاومة الأنسولين. فلو أخد فنجان الصبح قبل ما يفطر بساعة مثلا، وأخد الساعة 12 وجبة، وأخد وجبة تانية الساعة 7 أو 8 بالليل، هتبقى جميلة. أو يبقى فنجان قبل ما افطر، ممكن فنجان في النص لو أحب، لو حسيت نفسي جعان مش قادر أقعد الفترة دي بدون أكل، هيعلي الحرق وهيبقى نظام صحي جدا، ويبقى يعني لايف ستايل، ما يبقاش حاجة مؤقتة. هل ينفع القهوة الخضراء مكان المشروبات اللي هي بقى اللي احنا متعودين عليها ولا لا ينفع معاها بس خوفا بقى من الجرعات تكتر كده من الكافيين؟ لان الانسان من حقه في اليوم نسبة معينة، وخصوصا يعني بنصح دايما بكوبايتين في اليوم عشان ما يحصلش ما يتردش الكالسيو. فهل ده يبقى بديل ولا مع؟ لا صعب ان هو يبقى مع. كمية الكافيين فعلا لو كترت في الجسم بتعمل مشاكل كتير، فدايما حتى في المعتاد حتى اللي بياخد المحمصة دايما بنقول له كفاية واحد في اليوم، لكن الجرين كافي طبعا عشان طبيعي ممكن ياخده مرتين في اليوم، لكن اكتر من كده لا، بندخل في مشاكل صحية بعد كده كتير. يعني زيادة مثلا ممكن يعمل ايه؟ ارق يعمل ايه؟ برضو الناس مش تبقى عارف. بيعمل ارق، بيعمل توتر. تمام. بعد فترة الجسم بيكتسب المواد دي، بعد كده
يعني خلاص اتعود عليها، هتلاقي النتائج العكسية ابتدت تظهر. طيب قولي لي بقى للتنحيف الموضوع بيمشي ازاي؟ انا شايفة لو احنا اخدنا فنجان الصبح مثلا الساعة 10 او 11 والساعة 12 اخدت وجبة، يوم اخدت بيض، يوم اخدت جبنة، يوم اخدت فول، لو انا لسه مبتدي في الدايت جديد ممكن اخد نص رغيف، الرجالة ممكن تاخد رغيف الصبح، واخد وجبة تانية الساعة 7، وبين الوجبتين لو انا حسيت ان انا جعانة في النص ممكن اخد فنجان قهوة خضراء على الساعة 3 بحيث يديني شبع لباقي اليوم، واخد برضو نص رغيف تاني مع اي اكل صحي عندي في البيت، اي خضار مطبوخ، اي بروتين، اي بقوليات، مفيش اي مشكلة. وممكن بعدهم اخد الفايبرز، الفايبرز برضو من جو جميلة جدا عشان فيها بذور الشيا وبرضو فيها كلوروفيل وفيها جارسينيا وفيها سيليوم هاسك الغني عن التعريف طبعا. حاجات دي بتحسسنا بالشبع لو انا مش بنام بدري شوية او انا بجوع على الساعة 10 ونفسي اعمل صيام متقطع، ممكن بعد الوجبة بشوية ناخد الفايبرز. يعني مش بيبوظ الصيام متقطع، عشان هتلاقي ناس كتير قوي بيسألوا في الحتة دي، ان الصيام متقطع انت عارفة ليه الرولز بتاعته، لو حاجة غلط دخلت هتبوظ الصيام المتقطع. هو احنا لو عندنا يعني اخدنا بعدها بعد الوجبة بنص ساعة ساعة، هلاقي ان انا فترة الصيام برضو عندي طويلة، بس ده هيجنبني ان انا الساعة 10 اجوع. يعني انا لو اخر وجبة عندي 7 او 8 وبعدها بنص ساعة مثلا اخدت الفايبرز، هقعد فترة طويلة شبعان، فده هيخليني اقدر بالليل ما اتعشاش لو انا متعوده اتعشى او اجوع بالليل. لكن لو انا مش متعوده خلاص بالنسبه لي الموضوع عادي وقلقانه ان انا اجوع، ممكن اخد قبل وجبه الفطار يخليني افطر بكميات اقل، او قبل وجبه الساعه 7 يخليني اكل بكميه اقل برضو. حلو قوي. طيب مين الممنوع عنه بقى؟ القهوة الخضراء، الحوامل زي اللي بيرضعوا، الحوامل؟ لا، هو الحوامل بس اول 4 شهور بنبقى قلقانين. المرضعات مش دايما تمام في الفترة الأولانية علشان البيبي وكده، لكن بعد كده خلاص مفيش أي مشكلة منه. يعني عادي الكافيين في الرضاعة مش مشكلة لو في الرضاعة بعد بس أخد مرة واحدة ما زودش بقى في اليوم. مرة واحدة ما بتأثرش ساعتها؟ لا. طيب الناس بقى اللي عندها السكر الضغط مفيش مشكلة معاه، ده بالعكس بيبقى بالنسبة له أفضل من الكافيين، لان هم وجدوا يعني كان في دراسه اتعملت مرضى ضغط اللي هو essential hypertension اللي هو بيبقى ضغطه بيعلى بدون سبب ومش محددين هو ليه بيعلى، المجموعه دي اخدوهم وادوهم شربوا جرين كافي تمام لمده 4 اسابيع مده شهر، وبعدها اكتشفوا ان الهايبرتنشن او قياس ضغطهم بقيت افضل. تمام. ده فهو ده حلو. حقيقي يعني. طب الناس اللي بتاخد جو وعايزين يوقفوا، لو وقفوا فجأة بيحسوا بإيه ولا لازم يوقفوا تدريجيا؟ هو أي حاجة محتاجة إن هي تتوقف تدريجيا، وعامة لو أنا أخدته فترة لا هتبقى عادة عندي، يعني إحنا بندور على لايف ستايل. بس أنا شايفة لو أنا في الأول أخدته مرتين حبيت بعد كده أقل، لو أخدت مرة في اليوم هيفيدني كتير، لأن دي مضادات أكسدة ما ينفعش نستغنى عنها. تمام. خلينا بقى نشوف حالات بيفور اند افتر للدكتورة. اتفضلي احكي لنا. دي حالة جميلة جدا، كانت الاول جاية فقد الامل خالص، كانت عاملة كذا مرة نظام غذائي والنتائج كانت ضعيفة، ودي كانت اول مرة تجيب النتائج دي، واجمل حاجة ان هي بشرتها ما تأثرتش. يمكن هنا الصورة مش واضحة، يعني هتلاقي وشها نور وشها مشدود بعد الدايت، ده بفضل كانت الفيتامينات. كانت كام ونزلت كام؟ مش فاكرة الارقام بس تقريبا بصراحة. يعني هي كانت حاجة و80 يعني 87 وبعد كده تقريبا في الستينات. طيب هنا الحالة دي من 150 ل 100. اه على فكرة دي فيتامينز بس، يعني انا مش يعني فيتامينز قهوة خضراء الحاجات دي بس، ومعاهم نظام غذائي ونزلنا الوزن ده كله ما شاء الله، ولغايه دلوقتي مستمر. هي نزلت اكتر من كده، دي الصوره دي قديمه شويه، انا جايبه صور الناس اللي هي ليها فتره علشان ااكد ان احنا برضو مفيش حاجه اسمها وقتيه وخلاص، الاستمراريه. يعني هي الحاجه ليها لغايه دلوقتي من السنه اللي فاتت الصوره دي ومستمره ولسه بتخس. تمام. معانا صور كمان.
طيب قولي لنا بقى، لو احنا خدنا مثلا منتجات جو خصوصا القهوه الخضراء، او ايه المنتجات اللي ما ينفعش تتاخد قبل النوم عشان برضو ايه؟ القهوه طبعا لو انا بنام بدري مش هتنفع قبل النوم. علشان كده بقول يفضل ناخدها ما بين الوجبتين مثلا على الساعه 3 ويبقى كفايه، لان لو اخدت بالليل مهما كان فيها نسبه كافيين، اي نعم قليله، بس في ناس حساسه ليها واقل حاجه بتخليها تسهر. قولي لي ايه اكتر حالات بتجيلك دلوقتي اليومين دول في التوقيت ده؟ حساهم فعلا الموضوع غريب، يعني لا بقى في زياده مثلا في مرض كذا، او في زياده في نسب معينه في الدم مش مظبوطه اليومين دول بالذات، حاسه في حاجه مختلفه بتجيلك؟ هو اكتر حاجه كانت مشترك، يعني كانت مشتركه عندي في السنتر، ان كان في اطفال معايا. تمام، كان فيهم ناس، كان منهم مجموعه بتعاني من الغده الدرقيه ومشاكلها. الكبار ولا الاطفال؟ اطفال وكبار. تمام، بس ليهم كذا سنه متابعين والتحاليل فيها مشكله. الاطفال والكبار؟ اطفال والكبار. ولكن بعد ما ظبطنا الفيتامينات كلهم بيشهدوا ان اول مره تحاليلهم تبقى مظبوطه. تمام، دي نقطه الحمد لله. النقطه الثانيه الاطفال طبعا فيهم مجموعه ابتدت دروس اليومين دول، في ناس ابتدت دروس بدري. تمام، فكان اجمل تعليق اتقال لي امبارح، على فكره ابني السنه اللي فاتت كان بيذاكر بالعافيه، السنه دي هو اللي بيجي من الدرس بيشرح لي هو اخد ايه، دي اول مره تحصل معايا. امهات تانية ابنهم اول زياره ما بيتكلمش، متضايق من الزياره، مش عايز يخس، مش عايز يلتزم، بنقنعه ان هو يروح جيم. انا مرضيش اتكلم، والدته هي اللي بتحاول تقنعه، وبعد شهرين من الدايت اكتشفت ان هو اشترك، وهو اللي بيدور، هي بقى اللي بتقول له استنى شويه علشان الدروس، وهو اللي بيروح. كذا شخص كده، ففعلا بيأثر على تركيزهم وتحصيلهم. حتى الكبار يعني اللي معايا في ثانوي اهليهم بيقولوا تركيزهم في الحصص والمدرسين بس اكيد بالحاجات التانية مش بالكافيين، مش باللي هو القهوه الخضراء، الفيتامينز. لا، بالفيتامينز والنظام الغذائي انتي اوكسيدنت، وهم برضو المجموعه دي بتحب ان هي تاخد كافيين عشان تركز وعشان تذاكر. بس طبعا مش بننصح ده للاطفال خالص. لا، انا بتكلم على الكبار اللي هو في ثانوي، يعني فوق ال 17 او 18. فوق، هي مسموحه فوق ال 18 فعلا. طيب يلا بينا نشوف في صور تاني، اتفضلي. دي مدام جميله جدا انا بعزها خالص، بتعشق المطبخ. حتى وهي بتعمل دايت في جدول بنملاه كل اسبوع، جمال، وكل اسبوع جايبه الجدول فيه اصناف مختلفه ما شاء الله. لا ما انت اصلا العياده كمان في الصعيد، يعني ما شاء الله، يعني بتشوفي كمان امثله لذيذه وجميله قوي، في ناس مبدعه يعني. فكانت كل مره ابص الاقي في اصناف جديده ينفع نعملها في الدايت، وده جماله يعني. أيوة، ان هي ما كانتش مقيده باصناف معينه وبانواع معينه، واستمرت وفعلا نزلنا 50 كيلو. وعايزه اقول لحضرتك ما اخدناش فيتامين، سوري، اخدنا فيتامين يعني بدون ادويه او اي حاجات مساعده. وبرده كانت بتحب ان هي تاخد برده قهوه خضراء. تمام، الاعشاب دايما بتحب. حلو قوي. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. دي برده نازلين في حدود 40 كيلو تقريبا. باين ما شاء الله. اجمل حاجه فيها ان هي كانت بتيجي هي وبناتها، هي كانت اكتر واحده ملتزمه. اكتر من بناتها كمان، هي اللي كانت بتشجعهم. فعايزين نقول ان السن برضو ملوش علاقه، ملوش خالص، ملوش علاقه طبعا. هي بتمشي وكانت ملتزمه، ومع والبطن برضو نزلت، لان احنا كنا بناخد جلسات النحت البال. اخدت كمان جلسات النحت. فرقت جدا في الشيب. الحاله دي كان ناس كتير بتشوفها عندنا، كانت معروفه وكده، فكانوا معتقدين ان هي عملت تكميم وكده، فلا ما كانتش عامله وخست، وبرده ليها سنه مثبته. حلو قوي. اخر صوره، ده استاذ سعد، ده شخصيه جميله جدا، يعني عادي لو صورته ظهرت. هو البطن زي ما حضرتك شايفه، بس هي الاسم شويه مش موضح البطن، لكن البطن نزلت لما محيط البطن قل، ادويه السكر والضغط طبعا طبعا اتشال، وده برضو عن طريق اجهزه النحت. هايل. هو طبعا خساسان بيجيب معاه لما يكون بشكل سليم، ان الواحد بيخف كمان، ده حقيقي، وده اهم حاجه، مش بس الواحد يخس، لا، الواحد يخف بعد ما يخس، يبقى صحته احسن بكتير. ده حقيقي. ممكن الواحد يعمل ريجيمات غلط ويبقى صحته اوحش من الاول،
فده اهم حاجة ان الواحد يعمل الصح. احكي لنا بقى دلوقتي لو حد عايز يستفسر يعرف حاجات على صفح جوه، احنا طبعا هنحط الصفح دلوقتي على الشاشة للناس اللي حابة تستفسر او عندها اي اسئلة، ولنا برضو الاعمار من امتى لامتى تقريبا يقدروا ياخدوا جو. احنا اتفقنا ان فوق ال 18 سنة. الجميل في جو ان عندهم خدمة ما بعد البيع، ممكن بنستفسر، ممكن لو هي عن طريق تحليل الانبادي، ممكن برضو يساعدوهم بأنظمة غذائية. حلو، دي حاجة عجبتني قوي، مش موجودة في منتجات او في شركات. حلو قوي، يعني خدمة ما بعد البيع برضو، ايه الناس في فريق بيرد على الناس بأي اسئلة عندكم. ده حقيقي. حلو جدا. طيب هنحط الصفحة بقى على الشاشة عشان يشوفوها، يلا بينا. ايوة كده تقدروا تصوروها. وصوروها بقى عشان تعرفوها، وحضرتك لو حابة تقولي اي حاجة بقى قبل ما نروح نختم تفضلي. عايزة اقول ان صحتنا تستاهل ان احنا كل يوم نركز فيها ونعرف احنا بندخل جسمنا ايه. ينفعش جسمنا زي بيتنا، زي ما بنهتم بنظافته يوميا وترتيبه يوميا، محتاجين نركز ونفكر احنا هندخل ايه لجسمنا. صح، بس هو لازم الناس تبقى على وعي، لان للاسف بياكلوا مش بيبقوا على وعي، وقله الوعي دي هي اللي بتخليهم للاسف ياكلوا ويمرضوا. ده حقيقي. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من برنامجي، ودايما تطلعوا كده بفوائد تنفعكم وتغير حياتكم. يا رب امين. مش كده اسمه ايه؟ حياتنا احلى مع سالي فؤاد. يا رب. حبيبتي نورتيني بجد. شكرا. مرسي. شكرا. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده باذن الله على خير.